مشاهدينا أهلا بكم من جديد في هذه الساعة الإخبارية من أورينت نيوز، والبداية بالعناوين. بعد مقتل همداني، إيران تعين محمد جعفر أسدي قائدا لميليشيات الحرس الثوري في سوريا. مقتل قائد عمليات حزب الله في مدينة إزرع و35 عنصرا في الشيخ مسكين بدرعة. إنجاز المرحلة الثانية من اتفاق الزبداني كفري الفوعة بين أحرار الشام وإيران.